للمزيد في أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الحملة الانتخابية، حول هذه التجاذبات أيضا بين المرشحين، ينضم إلي هنا الزميل صالح عياد محرر الشؤون التركية. تفضل صالح. أهلا بك جمال، أهلا بكم مشاهدينا. طبعا قبل ساعات من فتح الصناديق صباح يوم الغد تتفاعل وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في تركيا من قبل الأطراف السياسية المتنافسة وأيضا من قبل الجمهور الذي يترقب ويتلقف كل الرسائل التي ترسلها المعارضة ويرسلها التحالف الحاكم. طبعا قبل قليل كانت هذه كلمة أردوغان من المكان الذي فيه قبر عدنان مندلس رئيس الوزراء التركي الذي أعدمه الانقلابيون عام 1961، واليوم هو 27 من شهر مايو الذي تحتفل فيها أو تحيي فيه تركيا دائما الذكرى السنوية للانقلاب العسكري الذي كان في عام 1960، واليوم أيضا له رمزية كبيرة كانت بالنسبة للأتراك ومحاولة ربطه بالتاريخ الذي تعيش تركيا اليوم. غدا هو 28 من مايو، وأيضا والحزب الحاكم يريد أن يؤسس لما يعتبره يوم النصر بعد هذه الذكرى. تفاعلت هذه القصة وهذا الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا في منذ صباح اليوم، وهناك تفاعل كبير عليها. الناطق باسم الرئاسة والعديد من الشخصيات السياسية والحزبية أحيت هذا الموضوع، ودائما ما تحاول الحزب الحاكم والأطراف المتحالف معه تذكير الشعب بأن تحالف الأمة المعارض وحزب الشعب الجمهوري هو كان المسؤول عن هذا الانقلاب، وهو من دعا حزب الشعب الجمهوري في ذاك الوقت. أيضا كان من تفاعلات هذا الموضوع، طبعا كما قلنا هذا الموضوع كان له أهمية كبيرة جمال في الحياة السياسية التركية، وهناك الكثير من الدلالات التاريخية التي يريد كل طرف استحضارها وخصوصا التحالف الحاكم، وهذه الدلالات تحاول التأثير على قرار الناخب واستغلال هذه المناسبة التاريخية في هذه اليوم. هو بالعادة تركيا دائما ما تحتفي بهذه المناسبة، وجود أردوغان اليوم في عند نعش عدنان مندلس أيضا فيه رسالة مهمة. أيضا تفاعلت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع مقابلة كانت لكليتشداروغلو مرشح تحالف الأمة يوم أمس، وكانت له تصريحات لافتة حول قوله بأن من يصوت لأردوغان سوف يأثم وسوف يدخل في الحرام، وكان هناك ردود فعل كبير على هذه التصريحات، خصوصا أن أردوغان هو يفوز في الانتخابات منذ أكثر من 20 عام وأيضا حصل على حوالي 27 مليون صوت في الجولة الأولى. وفيه وهناك من وصف كليتشداروغلو بهذا التصريح بأنه أساء لناخبي أردوغان. بالفعل، وأيضا ربما صالح يوجد تحولات أيضا حتى في لهجة ولغة وخطاب كليتشداروغلو باستخدام خطاب ديني، يعني هل هذا جديد بالنسبة لكليتشداروغلو؟ كيف تبعت ذلك؟ بكل تأكيد جمال، يعني حتى لغة الخطاب التي يستخدمها كليتشداروغلو في ما بعد الجولة الأولى في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا وأيضا في المقابلات التي يخرج فيها هي لغة مختلفة جدا عن الجولة الأولى. في الجولة الأولى كان هناك يحاول إرسال رسالة جامعة للجميع، يحاول استيعاب جميع الأطراف، يحاول أن يطرح نفسه أنه المرشح الذي سيأخذ جميع الأصوات من كل الأطياف وهو مرشح جميع الأطياف دون تمييز ودون استقطاب، لكن تحول في المرحلة الثانية بعد النتائج المخيبة له ولتحالف الأمة في البرلمان دفعه يبدو لاتخاذ مواقف أكثر حدة، وهناك من وصفها بالمواقف المتطرفة سواء تجاه اللاجئين سواء تجاه المخالفين له. أيضا كان تصريحاته يوم أمس كانت بهذا الاتجاه، التي هناك من يرى أن كليتشداروغلو ذهب يستخدم كل الأوراق التي لديه على أمل أن يحقق يعني يتعدى هذا الفرق بينه وبين أردوغان الذي فاق الخمس نقاط في الجولة الأولى. وأيضا قبل قليل كليتشداروغلو نفسه على تويتر غرد حول خطة أو وعد انتخابي له بأن يسمح بعرض كل المباريات المشفرة، مباراة كرة القدم المشفرة مجانا على قناة تي آر تي وشبكة تي آر تي الحكومية، واتهم ودائما ما يتهم كليتشداروغلو والمعارضة تتهم الحكومة باستغلال قناة تي آر تي وجعلها حكرا على الحزب الحاكم وإقصاء المعارضة منها،
وهنا واتهامات بالفساد وإلى ما ذلك. ويبدو أن تغريدة كليتشدارولو أيضا في هذا السياق، وأيضا وعد انتخابي للشباب فكليتشدارولو يحاول. بالإضافة إلى ذلك صالح، كانت أيضا تفاعلات على دعوة أميت أوزداغ الذي ينشر عدد فيديوهات للتحريض على اللاجئين ويدعو فيها للتصويت لكليتشدارولو من أجل طرد اللاجئين. ما مدى قدرتها على ترويج هذا الخطاب؟ بكل تأكيد جمال، يعني أميت أوزداغ رئيس حزب النصر منذ يوم أمس حوالي يعد 3 أو 4 مرات غرد حول موضوع اللاجئين، وهناك فيديوهات ترويجية ودعائية ضد اللاجئين وضد التحريض ضد اللاجئين، فهو نشر عدة لقطات لمواطنين أجانب يزورون تركيا سواء لاجئين أو غير لاجئين، ومدعيا أن هؤلاء اللاجئين يحتلون تركيا وأن عودتهم مرتبطة بالتصويت لكمال كليتشدارولو. فيبدو أن الرجل يحاول أيضا أن يضغط أكثر تجاه هذا الاتجاه، تجاه هذا الموضوع. وأيضا فكرة جمال الخطاب وتأثير هذا الخطاب، في الجولة الأولى أميت أوزدا كان استغل هذا الخطاب ليحصل على حصة من الأصوات، لكن حزبه حزب الظفر أو حزب النصر هو فشل في الدخول في الانتخابات، والخطاب المعادي للاجئين بهذه الطريقة الفجة المباشرة والتي توصف بالعنصرية والتحريضية على مستوى الشارع العادي يبدو أنها لا تؤتي ثمارها في ناحية الأصوات، لكن أميت أوزدا أيضا مستمر في هذه السياسة على أمل الدفع بموضوع كليتشدارولو، خصوصا بعد خروج سينان أوغان من التحالف ودعمه لأردوغان. فيبدو أن أميت أوزداء يعني يحاول الترويج أكثر. يوجد موضوع آخر أيضا وتفاعلات أيضا أخرى صالح، لدعوة مسعود أوزيل لاعب دولي السابق المعتزل ينشر فيديو على حساباته لدعم أردوغان بعنوان اعرفوا قيمته. دعني أسألك هنا، كيف يساهم نجوم الرياضة ونجوم الفن والمشاهير عموما في المشاركة في هذه الحالة أو حالة الاستقطاب الناخبين الآن؟ صحيح جمال، في تركيا ومثل كل مكان في العالم المشاهير من مشاهير الفن والرياضة وغيرها من المجالات هم لهم تأثير في المجتمع، وتحاول كل الأطراف السياسية استغلال هذا التأثير لإيصال رسائل والتأثير على قرار ناخب، مثل عندما يكون هناك انتخابات مثل تركيا. دعني أشير إلى أن مسعود أوزيل له حكاية خاصة مع أردوغان، حيث مسعود أوزيل كان يلعب في المنتخب الألماني وهو تركي لديه جنسية ألمانية وكان يعيش في ألمانيا، لكن بعد أثناء زيارة أردوغان لألمانيا في إحدى الزيارات التقط مسعود أوزيل صورة إلى جانب أردوغان وتم نشر هذه الصورة، وعلى أثر هذه الصورة تم التعريض بمسعود أوزيل في الإعلام الألماني وتم الضغط على المنتخب، و ما دفع مسعود أوزيل لاعتزال اللعب في المنتخب الألماني والعودة إلى تركيا. ومنذ تلك اللحظة ارتبط اسم مسعود أوزيل بدعم أردوغان، وهذا الفيديو جمال يعني ضمن هذا الخط الذي يتبع هذا اللاعب ويعتبر نفسه أن هذا الرجل له فضل عليه ويدعمه في المناسبات الانتخابية، وزاد هذا الدعم أكثر ظهورا في الفترة الأخيرة. ودعني أشير أيضا إلى بشكل عام في مستوى عام في تركيا أن المشاهير في تركيا دائما هم تحت الأضواء، هناك الكثير من المشاهير من يتخذون مواقف معينة في المواقف السياسية ويقفون إلى جانب طرف ضد طرف آخر، وهذا ما يجعلهم عرضة لحملات مضادة من الطرف الآخر، خصوصا الفنانين والمغنين الذين لهم جمهور كبير وعريض. ودائما أيضا نلاحظ أن مثلا المعارضة تحاول بلديات المعارضة استغلال هذا الموضوع بتنظيم احتفالات وجلب فنانين ومشاهير للغناء وفي الحفلات، وهذا يدفع بعض الأوساط لمهاجرة فنانين معينين. بشكل عام وسائل التواصل الاجتماعي جمال متفاعلة جدا هذه الأيام، وهناك تعويل كبير أيضا خصوصا من طرف المعارضة. دعني أشير إلى نقطة مهمة، أن وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا مهمة جدا بالنسبة للمعارضة، لأنها تجدها الفضاء الأهم والأوسع لها، في مقابل أن الحكومة لديها هي الحزب الحاكم منذ 20 عام، ولديه مؤسسات قوية ولديه مجالات التي يمكن أن يعمل بها خلال دعايته الانتخابية. لكن المعارضة ترى في التويتر ووسائل التواصل الاجتماعي فضاء مفتوحا واسعا بدون قيود وإلى ما ذلك، لذلك تحاول تعويض ضعفها على الأرض في ذلك. أيضا هناك أيضا انتقادات للمعارضة، بعض الصحفيين حتى المعارضين كانوا ينتقدون المعارضة بأنها تركز كل عملها في وسائل التواصل الاجتماعي ولكنها تهمل بعض المناطق في الميدان. ودعنا نشير إلى نقطة، في تركيا حوالي نسبة جدا عالية من المواطنين الأتراك يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، نعم، خصوصا تويتر في حياتهم اليومية، لكن هناك ملايين وعشرات الملايين من الأتراك الذين يعيشون في المناطق الريفية وسط الأناضول وغيرها من المناطق
أقل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ما انعكس أيضا على نتائج المعارضة التي حصلت على أصوات عالية في المدن الكبرى، لكن أصواتها كانت ضعيفة في كثير من مدن وسط تركيا وسط الأناضول التي تعد أقل استخدام مثلا لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. شكرا جزيلا لك زميل صالح عياد، محرر الشؤون التركية في تلفزيون